إطار الانتخابات العمالية وفي إطار التوجهات الخاصة بالقانون 213 سنة 2017 وانتهاء الدورة النقابية اللي انتهت في 2022 وبداية دورة نقابية جديدة تستمر لمدة 4 سنين تبدأ من 2022 حتى 2026. خلصنا الحمد لله المرحلة الأولى من الانتخابات بالنسبة للقاعدة وتم تغيير أكثر من حوالي 60% من الكوادر النقابية الجديدة. خلصنا المرحلة الأولى وابتدينا في المرحلة الثانية اللي ابتدت طلبات الترشح تمت امبارح وبنتوقع إن شاء الله برضو إن المرحلة الثانية اللي تشمل 28 نقابة عامة بيمثلوا كافة القطاعات الموجودة في الدولة إن شاء الله يحصل تغيير بإذن الله لن يقل عن من 40-60% في هذه النقابات العمالية. وبالتالي إحنا في ظل الاستراتيجية الوطنية اللي طرحها السيد الرئيس اللي من أهمها حماية حقوق العمال في ظل الكوادر الجديدة دي لازم يتم التدريب والتصحيح بالنسبة للكوادر على أساس تعرف بالضبط يعني إيه حماية حقوق العمال. الحماية دي مرتبطة بحاجتين، مرتبطة بحقوق مرتبطة بواجبات بحيث يحصل عملية التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة الشركة. احنا في ظل الجمهورية الجديدة زي ما قلت لحضرتك لابد للعامل ولابد للنقابة يعرف واجبه ويعرف حقه بحيث في النهاية يعود على الاقتصاد القومي بالخير، ونتمنى التوفيق لكل عمال مصر. لماذا يعني حضرتك شايف فكرة تغيير 60% من الكوادر ده مؤشر على ايه؟ ده دليل ان الناس كلها ان العمل النقابي في الاساس هو عمل تطوعي، وبالتالي دي لو فعلا الناس دخل على اساس ان العمل النقابي عمل تطوعي ده احنا دي بشير خير بالنسبه للجمهوريه الجديده ان الناس كلها عايزه تعيش حياه جديده في ظل ان احنا الحمد لله يعني اخر تقرير من منظمه الفاو قال ان مصر مش من ضمن الدول اللي هيتم فيها الفقر الجوعي. ده نتيجة ان الرئيس السيسي لما جه خد خطوات في هذا الملف كان مدرك تماما ان ممكن يحصل في المستقبل شيء، فعمل الصوبات الزراعية وعمل الزراعات الكثيفة اللي هي حمتنا من الفقر الجوع اللي هيجتاح العالم بسبب الحرب اللي تمت بين روسيا واوكرانيا.